وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله بنكمل مع بعض وصفات جديده بنعملها في حله الضغط، وباذن الله على مدى الحلقات اللي جايه هنشوف طرق كتير لاستعمال حله الضغط، من الحوادق للحلو لوصفات كتير نعملها مع بعض باذن الله. النهارده هنعمل نوعين شوربه. أول شوربة هتكون شوربة فراخ مع لسان عصفور، وتاني نوع هتكون شوربة البصل. بالنسبة لشوربة الفراخ عندنا معلقة كبيرة زيت، واحد بصلة مفرومة، 3 فصوص ثوم، 1 معلقة صغيرة زعتر، 2 لتر مية، 4 جزر مكعبات، 2 عود كرفس مكعبات مفروم أو مكعبات، 2 صدور دجاج مخلية، ملح وفلفل، 120 جرام لسان عصفور محمر، ونص كوب بقدونس مفروم هنضيفه في الآخر خالص. شوربة البصل الفرنسية عندنا 6 معلقة كبيرة زبدة، 1.5 كيلو بصل شرايح تكون مقطعة رفيع، 2 معلقة صغيرة ملح، فلفل أسود، 2 لتر مرقة خضار، 2 عود زعتر، 1 ورق لورو. وللتقديم عندنا باجيت هيكون مقطع شرايح ومدهون بالزبدة، هنحمصه الأول وبعد كده هنحط عليه شوية جبنة النوع اللي بنحبه، ممكن جريير، ممكن موتزاريلا، ممكن تشيدر، زي ما احنا بنحب، ونسيح عليه ونقدمها مع الشوربة. اوكي، هنبتدي بشوربة الفراخ مع لسان العصفور. أول حاجة هنعملها هنشوح الصدور، حاجة بسيطة. الصدور بنحطها كاملة، مش بنقطعها شرايح الأول، عشان مش عايزينها تستوي زيادة عن اللزوم، لأن احنا زي ما احنا عارفين خصوصا صدر الفرخة أكتر من الورك، لو استوى زيادة بيفتل، فلو قطعناه صغير من الأول هيفتل، مش هيدينا طعم حلو أو ملمس حلو يعني. فعلشان كده بنحط الفراخ كاملة، وبعد ما تستوي هنقطعها قطع صغيرة أو شرائح يعني. أوكي، هنحط بقية المقادير، الجزر، البصل، الكرفس، الثوم، زعتر، وملح وفلفل. هنشوحهم مع بعض حاجة بسيطة خالص، وبعدين هنحط المية وهنقفل حلة الضغط. وأول ما تبتدي تطلع بخار، احنا دايما بنعد الوقت من أول البخار ما يبتدي يطلع، مش من أول ما بنقفل الحل. فأول ما البخار يبتدي يطلع هنسيبها حوالي تلت ساعة، بالكتير قوي نص ساعة، بس تلت ساعة هتبقى كفاية لحد الفراخ ما تستوي. في الوقت ده هجيب البصل، لأن طبعا تحمير البصل هيقعد فترة، لأن كل ما تحمر على نار هادية كل ما يكون أحسن. طبعا لو في حلة ضغط تانية كنت هحمره في حلة الضغط على طول، لكن أنا هبتدي أحمر البصل علشان بعد كده أحط البصل اللي متحمر في حلة الضغط لما تفضى، وبعد كده هحط بقية المقادير و
نقفل عليها وهنسيبها برضو فترة على النار. وكده أخذت وقتها والفراخ استوت، فطبعا بنستنى لحد البخار ما يطلع، وبعد كده بنسيبها تبرد شوية وبعدين نفتح عليها، وهاخد الفرخة أو صدور الفراخ اللي جهزناها. ودلوقتي هضيف لسان العصفور المحمر في الحلة، حلة الضغط، وأرجع أقفل عليها وأسيب لسان العصفور يستوي. وأبتدي أقطع الفراخ لشرايح. أول لسان العصفور ما يجهز هضيفها تاني للشوربة، ونبص على البصل برضو اللي بيتحمر. وطبعا لسان العصفور مش هياخد كتير، هو اصلا كمان متحمر، فاول بس الحله ما تبتدي تطلع بخار هياخد 5 دقائق، وبعد كده نقدر نقدم الوصفه مع بعض. فنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنقدم لسان العصفور، وبعدين نبتدي نعمل شوربه البصل مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل بنكمل مع بعض وصفتين الشوربه اللي عندنا شوربه الفراخ بلسان عصفور، وعندنا شوربه البصل. البصل بيتحمر او خلاص تقريبا اتحمر على النار، اخذ لون حلو، وعندنا شوربه لسان عصفور جاهزه، فاضل بس نحط معاها الفراخ اللي قطعناها. ودي كده تعتبر وجبة كاملة، فيها كل حاجة، فيها خضار، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فدي وجبة كاملة وغدا مغذي قوي. نقلبهم بس مع بعض. وهنضيف البقدونس، هنقلب شوية مع الشوربة، والباقي هنحطه فوق الوش. بكده يبقى خلصنا شوربة الفراخ ولسان العصفور. دلوقتي البصل جاهز، وطبعا لو احنا الحلة بتاعتنا فاضية من الأول هنحمر البصل في حلة الضغط على طول الأول، لكن أنا حمرته بره، وبعد كده بنحطه في الحلة.
ونبتدي نضيف له الملح، الفلفل، ورق اللورو والزعتر. ودلوقتي هضيف المرق. نقفل الحلة، وبعد ما تبتدي تطلع بخار هنقعدها نص ساعة على النار. في الوقت ده عندنا باجات أو أي نوع عيش إحنا عايزينه. دهنا خلاص زبدة وحمرناه شوية في الفرن، فاضل بس إن أنا أحط عليه جبنة وتدخل الفرن تسيح. أي نوع جبنة إحنا بنحبه. وهندخلها الفرن تسيح علشان نقدمها مع الشرب. وطبعا بعد ما النص ساعة بتخلص بنسيبها لحد ما تبرد خالص وما يبقاش في أي بخار أو ستيم طالع من الحلة، وبعدين بنفتح عليها بالراحة وناخدها ونبتدي نغرف شوربة البصل بتاعتنا في طبق التقديم. لو بنحب شوربة البصل أطخن شوية ممكن نزود شوية دقيق مع البصل قبل ما نحط المرقة. بنحط شوية دقيق وبنحمرهم مع البصل، وبعدين بنضيف المرقة، بتدينا شوربة تبقى الكثافة بتاعتها أعلى. فكل واحد زي ما بيحب. ودلوقتي اجيب الباجيت مع الجبنه من الفرن. وناخد الباجيت ونبتدي نحطها فوق الشوربه. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها نوعين من الشوربة، استعملنا فيهم حلة الضغط. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.